يعني مثل ما تابعنا فرح معلومات كثير مهمه، وبنرجع بنعيدها وبنكررها، وكل ما طلع في دراسه جديده او تفصيل جديد عن اسلوب الحمايه عم نرجع نحكي فيه. جائحه كورونا مستمره، الكمامه، التباعد المكاني اذا فينا نقول او الجسدي هو الاهم للحمايه من فيروس كورونا. كثير اسئله يمكن اليوم رح تكون ضمن فقرتنا اللي رح نحكي فيها اكثر بشكل موسع. اكيد رح نحكي اكيد سلمى اكثر عن الاجراءات الاحترازية والطريقة الصحيحة اللي يمكن لازم كلياتنا نتبعها لحتى نكون بأمان ومأمن نحن وعائلتنا وكل الأشخاص اللي بنحبهم، كل الأشخاص اللي حوالينا. كل هي الأسئلة رح تجاوبنا عنها الكيميائية براءة. حددنا لك صباح الخير. صباحك صباح النور، صباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أكيد. آمين يا رب، يسعد صباحك عن جديد. يعني أول شيء اليوم عم نحكي عن الطرق اللي بنحمي حالنا فيها. الكمامة صار من المعروف إنه هي الوسيلة الأشيع والأهم ولكن إمتى أنا بلبس الكمامة؟ في ناس كتير عم تسأل هل صح أنا ألبسها كل الوقت من أول ما أطلع من البيت، ولا لازم إذا أنا بوسيلة نقل أو بمكان مزدحم؟ صحيح، اليوم للأسف ما زلنا بضمن جائحة كورونا، نرجع منقول لسه في ناس محجورين قاعدين ببيوتهم. نحن من الناس اللي بالبلد عنا طلعنا وصرنا نشتغل من جديد ورجعت الحياة لقلنا من جديد، فبيضل نوع من الإجراءات اللي أنا لازم ضلني محافظة عليها لحتى قدر الإمكان أحمي نفسي وحصن نفسي. للأسف حسب توصيات منظمة الصحة العالمية يلي كل يوم عم نلاقي دراسة جديدة، حتى هي عم تتغير تماماً 100%. طبعاً من بداية الشهر الأول لهلا أكثر من 100 دراسة عن الكمامة، عن التعقيم وما شابه، لكن أكثر شيء وصت فيه المنظمة هو التباعد. طريقة التباعد نحن عن بعض، يعني المفروض بين كل شخص والتاني يكون بمسافة لا تقل بين متر للمتر ونص. النقطة الثانية واللي كتير نحن منأكد عليها طبعا بتأكيد من منظمة الصحة، بتأكيد من جميع الأطباء، من جميع الناس اللي بيشتغلوا بالبيولوجيا وعلم الفيروسات، هذا الفيروس أثبت تمام الثباتية وتمام الدقة والعلم أنه هو بينتقل عن طريق الرزاز، يعني أكثر من الملامسة وأكثر من تواجده على الأسطح، يعني من الهواء تماما. حدا عطس قدامنا أو حدا عم يسعل وطلع الرزاز، يعني هذا الرزاز اللي طلع منه بيكون محمل بالفيروس، فوين المشكلة إذا كنا نحن واقفين قباله وأخذنا؟ لذلك نحن منوصي هون لباس الكمامة. ليش؟ أولاً الشخص المصاب هو اللي لازم يلبس الكمامة أكثر من الشخص المعافى، لكن بسبب ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا لدرجة في ناس ماشية بالطرقات وما بتعرف إنها حاملته، لذلك طلعت التوصية لا، يفضل إنه جميع الناس باختلاف الأماكن باختلاف الأعمار إنه لا لازم تلبسوها. الفيروس بينتقل، يعني لا سمح الله حد عطس قدامنا، من شلون بينتقل؟ بيدخل من العين أو الأنف أو التم، من هدول الثلاث أماكن أثبت علميا، فهو للأسف كفيروس متخصص بهاجم الجهاز التنفسي، لذلك ارتداء الكمامة. هلأ نوع الكمامة هو اللي بيلعب دور. للأسف نحن كشعب فينا نقول ما عندي قوة شرائية كتير كبيرة لحتى اشتري أغلى نوع اللي هو الانفلتر اللي ممكن يقعد معنا وقت طويل، اللي بيتم استبدال الفلاتر اللي فيه، هي أنواع كتير غالية بصراحة، لكن نحن المتواجد عنا النوع الرخيص اللي نقدر نوعا ما كلياتنا نشتري إذا كنا موجودين خارج المنزل، خاصة هلأ نحن طلاب الجامعة، الموظفين، كل الناس بلشت تنتشر بالشوارع، فالكمامة القماشية أو مسميها اللي مستخدمة في العمليات الجراحية هي المتداولة أكثر. هون براء، عفوا لو أعطيتك اليوم براء، هذا النوع تحديدا من الكمامات استخدامه الصحيح كيف عم بيكون؟ لأنه اليوم للأسف صحيح ممكن تكون طرائف على مواقع التواصل الاجتماعي، بس هي شيء صاير وهي شيء واقع أنه ممكن أوقات بعض الأشخاص بيستخدموها لفترات كتير طويلة لأيام، البعض الآخر لو كانت هي طرفة لازم ننوه عليها أنه ممكن تبادل الكمامات. صحيح. هي يمكن فينا نقول جرائم بحق الوقاية عم بتصير. خلينا نعرف منك المدة المسموحة باستخدام الكمامة والطريقة الصحيحة بارتدائها، وحتى يمكن عدم تبادل الكمامات أو أنا ممكن أعيرها لسلمة مثلاً، هذا الشيء ممكن يصير أبداً. بدي أقول إذا بدي أحكي على الطريقة الصحية النظامية، قبل ما نلبس الكمامة أول شيء أنا بعقم إيدي مشان أي نوع من آثار الفيروسات موجود على إيدينا نحن بنكون قضينا عليه. إذا كنا بالبيت أكيد بغسل إيدي بالمي والصابون الفاتر لمدة لا تقل عن 30 ثانية.
بعدين انا بمسك الكمامه من اذا بنتذكر انه هي إلى على الطرف مطاط، فانا بمسكه ببلش فيها من تحت لفوق وبحطه ورا الادنين. بنكون حريصين انه القطع المعدنيه تكون موجوده على حواف الانف ونحن بنضغط عليها. تمام. النقطه الثانيه، الكمامه الى جزء ملون اخضر او اخضر فاتح او اللون الازرق، جزء الملون لبرا بينما القماشة البيضاء المفلتره من جوا. ليش؟ لانه لما نحن بنعطي هذا النفس بيتجمع هون حوالين التم والانف. النقطه الثانيه، انا بكون حريصه اني اضغطها من هون من برا مشان ما يصير اي تسريبات لبرا، يعني ما احس انه الهواء عم يدخل بالكمامه. امتى ببدل الكمامه؟ صلاحيتها بين الساعتين لثلاث ساعات، خاصه نحن هلا عم نطلع برا البيت، في عندي شوب حراره، في تزاحم بالمكان، في حكي نحن عم نحكي، فكله هذا بيسبب داخل الكمامه طبعا هو تواجد بخار الماء اللي نحن بنسميه الرطوبه. انا امتى ما حسيت انا تقلت او بلشت اتعرق، انا المفروض اني اتخلص منها واستبدلها. صح مكلفه لكن هي وقايه. طيب شو ممكن، شو هو الأثر؟ بيكون تجمع أكبر قدر ممكن من الفيروس خارج الكمامة. إذا أنا طولت فيها أكثر بصير هذا الفيروس قادر يدخل الكمامة لجوا ونحن منصير لكن بصير بيدخل عبر الجهاز التنفسي. يعني بصير بدل ما نحمي حالنا بنصير عم نضر حالنا. تماماً. طيب أستاذة براءة، كمان في أنواع من الكمامات وهلأ في كتير ناس عم تروج لها، اللي هي الكمامات القطنية. تماما. وأنه بالصيف هي ممكن تمص الرطوبة أو التعرق، وحتى في دراسة طلعت وقالوا أنه منظمة الصحة العالمية قالت أنه الأقمشة القطنية اللي فيها مسام مسموح أنه تستخدم. تماماً. شو تعليقك؟ تماماً. مسموح أنه تستخدم، بس يا ترى هذا القطن فعلاً 100%؟ يعني مثلا نحن بعلم الاقمشه مدخلين له نوع من النايلون، نوع من البوليستر، هون بقى بتلعب القصه. هلا انا شفت حدا بصراحه بيرجع بيعقم الكمامه كل ساعتين، وشفت ناس عم تغسلها. هاي هذا الطريق صح؟ لا، انا كحدا بنعرف شو هي القصه. تماما. قصه التعقيم، يا ترى المعقم اللي عم تستخدمه كحول ايتي نسبه 75%، انت عقمتها كلها بعد التعقيم، عرضتها لاشعه الشمس لحتى الفيروس اللي قاعد فيها يموت ولا ما يموت؟ لا سمح الله، بلكي هي الكمامه عاش فيها فيروس كورونا. فيروس كورونا ما في شيء قضي عليه الا اللقاح طبعا اللي حاليا عم يشتغلوا عليه، الكلور اذا كان موجود هذا الفيروس على الارضيه. ما رح يحط الكمامه كلور. تماما 100%. الكحول الايثيلي، طيب برجع بقول بعد التعقيم بالكحول انا شلون بدي اضمن انه فعلا قضينا عليه ضمن هذا القماش؟ طب اذا غسلناها بالماء والصابون؟ ممكن هي احد الاحتمالات، بس يا ترى كم مره بدي ارجع انا اغسلها؟ قد ايه ممكن تعيش عندي؟ بالنتيجة هذا النوع من القماش كتير رقيق، له سماكة معينة، له نفوذية معينة، له صلاحية نحن بنسميها، فلا لابد انها تتغير. غسلناها مرة مرتين باليوم بس وبعدين لا رح تتلف، ومنخاف انه ما تكون التعقيم بالطريقة الصحيحة الآمنة. تمام. لك شكرا لك براءة على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بنتمنى فعلا الصحة والسلامة المعافاة لكل الناس إن كانوا مصابين أو حتى عم يتبعوا الإجراءات الاحترازية، لكل الأشخاص كمان سلمى يلي عم يتبعوا الإجراءات الاحترازية وملتزمين فعلا بكل هي التفاصيل، فهني عم بيكونوا قدوة لغيرهم. نحن من منبرنا هون من منبر الإخبارية السورية عم نحاول يمكن بكل صباح عم نعيد ونكرر التباعد المكاني، ارتداء الكمامة، قدر الإمكان نحافظ على صحتنا حياتنا وحياة اللي حوالينا. أكيد بدنا نقول طبعا شكرا لك. تحبيت كنتي بدك تقولي شيء؟ كان بدي ضيف انا في شغله بتخطر بالبال، القفازات. الناس اللي عم ترتدي القفازات المطاطيه او القماش القطن وبتطلع لبرا، رجاء اذا انتم حابين تحموا حالكم اكثر نحن مع، بس مجرد ما لبسنا القفازات المطاطيه او القطنيه ما بنحط ايدينا لا على عيوننا ولا على تمنا ولا على اي منطقه بالجسم. القفازات هي لحتى نحمي حالنا من انه نلمس اي سطح خارجي. شكرا لك، شكرا لهي النصيحه الاخيره.